نكمل مع بعض درس ضرب الكسور. simplifying before multiplying. ممكن اختصر قبل ما اضرب. طيب هختصر ازاي؟ انا ممكن اختصر الكسر الواحد، اختصر البسط والمقام مع بعض. طيب ممكن اختصر بسط مع بسط او مقام مع مقام لكسر تاني؟ لا ما ينفعش. طب ينفع ايه؟ اختصر البسط بتاع الكسر الاول مع مقام الكسر التاني، والعكس بسط الكسر التاني مع مقام الكسر الاول. يعني ما ينفعش اختصر بسطين مع بعض ولا مقامين مع بعض. عندي في المسألة 2 على 7 في 3 على 8. اختصر ايه؟ بسط الاول ومقام التاني، الاتنين يقبلوا القسمة على الاتنين. 2 على 2 فيها الواحد، و8 على 2 فيها الاربعة. طيب في اختصارات تانية في المسألة؟ لا مفيش. يبقى هكمل ضرب عادي، 1 في 3 ب3 و7 في 4 هيديني 28. يبقى الناتج عندي 3 على 28. مسألة تانية، 1 على 3 في 3 على 7. عندي هنا عاطيني العكس، بسط التاني مع مقام الأول، ينفع أختصرهم مع بعض. الاتنين رقم واحد يبقى ممكن أقسم عليه. هقسم البسط التاني على 3 والمقام الأول على 3، هيديني 1 على 1 في 1 على 7، هتساوي 1 على 7. بسط في بسط ومقام في مقام، اديني 1 على 7. يبقى ده الناتج عندي. المسألة اللي بعديها، عندي هنا 5 على 6 في 3 على 5. بسط الاول 5 ومقام التاني 5، يبقى ينفع اقسم على 5 هيديني 1، والمقام على 5 هيديني 1. وبسط التاني 3 ومقام الاول 6، ممكن اختصرهم مع بعض. الاتنين يقبلوا القسمة على 3، هيبقى هنا 3 على 3 فيها الواحد، و6 على 3 فيها الاتنين. يبقى انا عندي الكسرين هيساوي 1 على 2 في 1 على 1، بتساوي 1 على 2. multiplying mixed number. عندي الميكسد نمبر هو رقم صحيح ومعاه كسر، يعني 1.5 او 1.25، 2.3، دي كلها ميكسد نمبر. عشان اضرب الميكسد نمبر لازم احوله الاول لامبروبر فراكشن. امبروبر فراكشن هو الكسر اللي المقام البسط بتاعه اكبر من المقام، زي 6 على 5، 6 على 3، 12 على 10، دي كلها امثلة الامبروبر فراكشن. يبقى انا ممكن احول الاول من ميكسد نمبر لامبروبر فراكشن عشان اكمل اسمه. 1 على 4 في 8 و4 على 9. هحول الامبروبر ازاي؟ بضرب الرقم الصحيح اللي هو 8 في المقام واجمع على البسط. اضرب الرقم الصحيح في المقام واجمع على البسط، يبقى انا عندي المسألة هتبقى 1 على 4 في 76 على 9. 76 جت ازاي؟ 8 في 9 ب72، 72 زائد البسط اللي هو 4 هتديني 76. بعدين هكمل ضرب. عندي هنا 76 تقبل قسمة على 4 تديني 19، والاربعة على 4 فيها الواحد. اختصرت الاول وبعدين هكمل، 1 في 19 ب19 و1 في 9 ب9، يبقى الناتج هيبقى 19 على 9. بعدين راح احولها تاني الميكسد نمبر. حول الميكسد نمبر ازاي؟ بشوف اقرب رقم يقبل القسمة على 9 من 19. 19 ما تقبلش القسمة، هشوف الرقم اللي قبليها 18 تقبل. يبقى 18 على 9 فيها الاتنين اللي هي الرقم الصحيح. يبقى انا عندي الرقم الصحيح عندي 2. 19 انا خدت منها 18 خلاص قسمتها،
هيتبقى منها كام؟ واحد. يبقى انا اتبقى عندي في البسط واحد، والمقام هينزل زي ما هو 9، يبقى 19 على 9 هي 2 و1 على 9.